غلطنا بزاف، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يغفر لنا على داكشي اللي درنا، وراه خير وخطاؤون توابون. ندمت بزاف على الاخطاء ديالي، ربي يدير لي الشوا ديال الخير. هذا البرنامج يساعدنا. اليوم يشهد إعطاء الانطلاقة لبرنامج جديد، هو برنامج سجون بدون عود. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار استراتيجية المندوبية العامة الجديدة التي تروم تفريد برامج تأهيلية لإعادة الإدماج. برنامج سجون بدون عود مرتكزه الأساسي هو المصارحة مع الذات. المصارحة مع الذات من خلال ثلاثة مرتكزات. المرتكز الأول هو الوعي والاعتراف بالأخطاء المقترفة وبخرق القوانين والقواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع. والمرتكز الثاني هو الاعتذار، الاعتذار للمجتمع، للأسرة، للضحايا عن كل تلك الأخطاء والجرائم المقترفة. ثم المرتكز الثالث هو الالتزام، الالتزام بعدم العودة إلى الجريمة. هذه المرتكزات كلها سوف يتم تناولها من خلال مدة 4 أشهر، شهرين للمرتكز الأول لأنه أساسي، ثم يتم تقييم بعد ذلك، وهناك من ينتقل للمركز الثاني، والآخرين الذين لم ينتقلوا سوف يعودون يعني المرتكز الأول، ثم تقييم المرتكز الثاني للانتقال المرتكز الثالث. كيفاش عطاني هذا البرنامج؟ ورشات كنديروا ليه عندنا في مركز إصلاح وتأديب، ورشات كثيرة نديروا ورشات، الحمد لله ورشات قدموا لنا هذا البرنامج. هذا حسيت البرنامج كيتساعدوا مع بنادم، كيوقفوا مع بنادم، الحمد لله اختاروا بهذا البرنامج. إن شاء الله درنا شي تكوين مهني ووقف معنا، ان شاء الله الله يدير لنا شي تكوين ديال الخير، حيت بزاف ديال الناس هذا البرنامج ساعد بزاف ديال الدراري ما رجعوش للحبس، خرجوا وقفوا معاهم بزاف. طيب ما شاء الله الله يدير لنا شي تكوين ديال الخير. ندمت بزاف على الاخطاء ديالي، ربي يدير لي شي تكوين ديال الخير. هذا البرنامج يساعدنا ان شاء الله. السلام عليكم. بعد اول حاجه وكنبغي نشكر هاد الناس اللي جاوا عندنا هنايا على قبلنا، فرحنا بزاف، قسم فمي بالله تفرحنا بزاف، ما عمرني كنت كنتخيل هاد بلي غيجيو عندنا هاد الناس غيشوفونا. اكبر فرحه ليا هي هادي، وكنبغي نشكر سيدنا وراه خير وخطاؤون توابون. هاد البرنامج ديال الصراحه بفضل ديالهم هما وفضل الله سبحانه وتعالى حنا فرحانين به. دابا راه مره اخرى ما غنفرحوش بحال ما هكا كيف ما فرحنا دابا. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يغفر لنا على داكشي اللي درنا. حنا غلطنا بصح، غلطنا بزاف، ولكن راه غلطنا، وكنطلبوا من الله التوبه. راه خير وخطاؤون توابوا. وكنبغي نشكر هاد الناس اللي جاوا على قبلنا هنا، وكنبغي نطلبهم، كنبغي نقول لهم انا راه باغي نبدل حياتي، انا ماكرهش نبدل حياتي. منكم نتوما راه ماقدرش نفسر لكم هادشي اللي حاس بيه دابا، انا ماقدرش نقولوا لكم بزاف. كنبغي نطلب منكم توقفوا معانا، توقفوا معانا بزاف، حنا راه محتاجينكم بزاف 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 بزاف، راه ماقدرش نعيشوا بلا بيكم. إذا هذا برنامج يعني متفرد تمت مقاربته بطريقة علمية. مندوبية إدارة السجون كانت توليه اهتماما كثيرا، درجة أنه كان من بين مواضيع أحد دورات الجامعة في السجون، والتي من خلالها كانت يعني عرض دراسة كانت آنذاك تم إعدادها بشراكة مع يعني أستاذ في جامعة فاس، وتم عرض نتائجها. والآن اليوم تم عرض نتائج ومخرجات دراسة تم إعدادها على مستوى المندوبية إدارة السجون، وكانت هي المنطلق في الحقيقة للتفكير في هذا البرنامج الذي تم إعداده بمقاربة تشاركية مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، وكذلك مع مجموعة من القطاعات الحكومية التي لها صلة بهذا الموضوع. ونتمنى
أن هذه الفترة التجريبية لأن هذا البرنامج تم إعطاء الانطلاقة بسجن محلي الجديد بتمسنا، ولكن سوف يتم تنزيله وتنفيذه في مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء وكفترة تجريبية، وبعد هذه الفترة التجريبية سوف إن شاء الله يتم إعداده بصفة نهائية لتعميمه في جميع المؤسسات السجنية. المشاركين في هذا البرنامج هم 40 نازل من مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، تم انتقائهم على حسب يعني عدد حالات العود، وهاد 40 سجين إن شاء الله سوف يخضعهم لبرنامج مكثف فيه جميع فقراته تحتوي على مختلف البرامج ومتنوعة ثقافية أدبية رياضية، وسوف يتم كذلك إشراك العائلات عائلة هؤلاء السجناء في هذا البرنامج إن شاء الله. وهناك التفكير أيضا تفكير احنا مجرد تفكير في امكانيه اشراك حتى الضحايا ان شاء الله لما ينضج هذا البرنامج.